أولاً بداية يجب التنويه بأن لقاء الرئيس تبون مع البرلمان بغرفته هو سابقة في الحياة السياسية الجزائرية، فمنذ التعددية الحزبية لم يسبق لأي رئيس جزائري أن نزل إلى البرلمان، وظلت العلاقة بين المؤسستين فيها شيء من التباعد. اليوم إن استدعاء الرئيس للبرلمان بغرفته سيؤسس لتقليد سياسي مستقبلا يكون موعدا للسلطة التنفيذية ممثلة في السيد رئيس الجمهورية وهو أعلى سلطة مع ممثلي الشعب لتقديم حصيلة عمله خاصة منذ 4 سنوات ومنهم إلى الشعب، وتكون ورقة طريق واضحة في المرحلة القادمة، ونكون قد فعلنا قرار السلطة التشريعية، ومنه تكون آلية من آليات الممارسة الديمقراطية، وهي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي انتخبه الشعب الجزائري بكل شفافية ونزاهة في انتخابات 12 ديسمبر 2019 مع نواب البرلمان بغرفتيه الذين انتخبهم الشعب الجزائري. وهنا نؤسس إلى مرحلة جديدة ومستوى جديد، فهو اجتماع السيد الرئيس الذي يمثل المؤسسة الدستورية الأولى في البلاد مع نواب في السلطة التشريعية في مشهد لا نراه إلا في كبرى ديمقراطيات العالم. اليوم أظن أن الحديث عن حصيلة رئيس جمهوري عبد المجيد تبون بعد 4 سنوات تحتاج إلى دراسة وتحليل عميق، وخاصة أن هذا الرجل يعني وجد تركة ثقيلة، حيث منذ مجيء السيد الرئيس أسس إلى حياة تعددية سياسية، ساهم في تعديل الدستور وأخلقت الحياة العامة السياسية. لما نتكلم على إنجازات السيد رئيس الجمهورية خاصة في الشق الاجتماعي، نتكلم على منحة بطالة، نتكلم على الزيادة في الأجور، نتكلم على ترسيم أكثر من 600,000 موظف، نتكلم على توظيف حاملي الدكتوراه وهي سابقة. لما نتكلم على السيد رئيس الجمهورية اليوم نتكلم كذلك على الإنجازات الاقتصادية، أول مرة نرى رقم رهيب 7 مليار دولار خارج مجال المحروقات، نتكلم على العملاق النائم وهو غرج بلاد مصنع الحديد في تندوف، نتكلم على سكة حديدية تربط كذلك مدينة وهران ببشار بتندوف، نتكلم على مصنع الحدب الفوسفات في الشراكة الجزائرية الصينية.